مشاهدين أهلا بكم. الجيش الأمريكي يختبر سلاحا ليزريا رهيبا. قد اختبر الجيش الأمريكي سلاحا ليزريا قادرا على تدمير الطائرات أثناء التحليق. نشر الجيش الأمريكي مقطعا لفيديو يوثق تجربته لسلاح ليزري جديد، قال إن بإمكانه تدمير الطائرات في الجو. واختبر الجيش سلاحه على درون عادي وليس طائرة عبر توجيه شعاع ليزري نحوه من على متن السفينة البرمائي بورتلاند. وقد تم نشر فيديو الاختبار من قبل الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادي الأمريكي. وقال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية إنه خلال الاختبار تم استخدام فئة ليزرية عالية الطاقة، ولكن المصدر لم يحدد قوة الليزر، إلا أن شبكة CNN نقلت عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن قوة الجهاز تبلغ حوالي 150 كيلو وات. وأضاف المصدر إن بفضل هذه القدرة المتقدمة الجديدة فإننا نغير مفهوم الحرب البحرية بالنسبة للأسطول. وذكر أن الاختبارات قد نفذت في يوم 16 مايو من سنة 2020 في المياه الدولية للمحيط الهادي. شكرا لكم للمشاهدة، اضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة، وشكرا لكم.